فوائد الزبيب والفواكه. الزبيب بتحب الفواكه المجففة؟ مفيدة جدا طبعا. بحبها بس بحس اني بستسيغها اكثر في شهر رمضان. صح بتعرف يكون على الطاولات وعلى هذا فبت صح. هي اذا بدك توازن سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين يعني أيوة. اذا بنزيد كثير مشكلة اتحفينا. يعني الزبيب اكيد من الفواكه المفيده لانه العنب اصلا كثير مفيد. والزبيب الحصه الغذائيه تقريبا 29 نقول 30 جرام 50 حبه، ال 50 حبه بيجي فيهم تقريبا 80 سعره حراريه. تمام. اكيد ما راح نعدهم اكيد بس دكتوره يعني ال 50 حبه والله بس الا فيهم انا قاعد بشري. هاي مشكله شايف، اذا كل 50 حبه 80 100 سعره حراريه الواحد ممكن يزيد. يعني في ناس بقول لك ما بتعشى او برمضان مثلا بس كانوا بس بعد الهاي بحطوا صحن المكسرات والزبيب. اذا الواحد بسحب فيها ممكن يزيد. هلا الواحد اكيد بياكل قطف عنب بس مثلا لانه فيه مي بيشبع، بس الزبيب لانه مجفف بتحس حالك بتتسلى فيه. مشكله. بس هو مفيد، له قيمه غذائيه عاليه جدا، عالي بالالياف، مصدر اساسي للطاقه. بدنا نعرف انه 50 جرام فيها تقريبا 25 جرام نشويات، مناسب جدا للرياضيين اللي بركضوا مسافات طويله. من الاشياء اللي ما بتخرب وايش يعني حفني هالقد؟ لا الحفنه قديش بيطلع الحفنه؟ ايدي عكفت ايدي شاب ايدك دواقه. هاي دواقه دكتوره معلقتين طلع كبار. بطلع في كيلو. هاي 400 سعره صفر. عجبتني مناسب للرياضيين اللي بيمشوا مسافه بيركضوا مسافات طويله. وتذكرت صاحب لي تذكرت تذكرت صاحب لي والله اسمه ابو عون. ابو عون بقصدر بنزول. لا قال لي ابو عون انه بيمشي 6 7 كيلو. اسمع القفله هون، اسمع القفله انت صدقتي، اسمع القفله انت صدقتي انزول. ماشي بكرتهن. تمام. بعدين بصير يرن علي او يرن على عون تعالوا رجعوني. عون حلف بالله ما قال لي اخر مره ما اجي اخذك. بقول لك هو بقيسها رايح جاي. اوكي عرفتي. بقول لك انا بمشي المسافه. ما تردي علي يا دكتوره يعني. اوكي طيب ماشي يعطيك الف عافيه. طيب هذا بخصوص الزبيب. فواكه مجففه، لما نحكي فواكه مجففه ايش افضل الفواكه المجففه؟ تحسي كمان كل نوع من الفواكه المجففه فيها فايده. يعني الزبيب غني بالحديد، يعني مصدر للحديد خاصه للنباتيين الفيجنز اللي ما بياكلوا اي شيء حيواني. تمام. القراصيه مفيده جدا لانه فيها مواد بنسميها لاكزيتيف فبتساعد على التخلص من الامساك. فالناس حلو. اللي بدهم ياخذوا قراصه ملين رائع جدا للامعاء. التين المجفف، التين المجفف برضه ملين للامعاء، في نسبه عاليه من البوتاسيوم مفيد جدا لمرضى الضغط. بس خليني احكي لك الحصه اللي بديل حبه فاكهه. احنا طيب. دائما بنحكي نتناول من 2 إلى 3 حبات فواكه او حصص فواكه. حصه منهم ممكن تاخذها مجففه. تمام. اللي بده يحافظ على وزنه الزبيب قلنا كمشه ايدي. اوكي 50 جرام. أوكي. معلقتين ثلاثه يعني كمشه ايد الشخص ولا قد كمشه ايد تحديدا؟ ايدي ايدي لو سمحت. ايدي الصغير يعني هالقد يا دوب. انت ممكن تعمل لي القراصيه 3 حبات، القطين حبتين، المشمش 4 حبات. مشمش فيه بيتا كاروتين مفيد جدا للمناعه وللبشره. وعندنا كمان الفواكه المجففه التمر. مش طبعا مش مشمش كمان مشمش 4 حبات فيه في البيتا كاروتين الفيتامين اي مفيد جدا للمناعه. وبرضه كلهم هدول بيعطوا طاقه للاشخاص اللي بده يزيدوا وزن بنكتر شوي من الفواكه المجففه. الناس اللي بده ينتبهوا من الفواكه المجففه هم مرضى الكلى لانه شوي بكون في نسبه البوتاسيوم فيها عاليه. مرضى السكري مش محرومين من الفواكه المجففه بس برجع بنحكي على الكميه اللي بتناولها. ما بزبط احط صحن كبير من فواكه مجففه واضلني زي الضيافه رايح جاي. هاي مشكلة كثير. وانت رايح على المطبخ وعطاه السفرة وانت راجع بتتناول حبة. طب في سؤال سؤال هام ويبدو انه اصدقائي هرموا. اوكي. لانه انا بعرف بجوز شوف فهذا الشغل بقول لك اللي هو القطين القطين المجفف مع شوية زيت. شو فائدته؟ هلا الزيت مفيد والتين مجفف مفيد. بس شوي انتشر على السوشيال ميديا هاي الفيديوهات بطريقه زياده انه صارت شفاء لكل الامراض. لا نعرف انه زيت زيتون كثير مفيد. مفيد لصحه القلب. والتين المجفف برضه فيه فوائد غذائيه عاليه، فيه بوتاسيوم، فيه معادن، بيعطي طاقه، مرطب للجسم، مرطب للبشره، مهم لخفض الضغط. يعني بهاي الطريقه. بس شوي مرات المعلومات بالغوا فيه بالغوا فيه لها فوائد غذائيه بس ما طيب احنا دكتور راغبين في الاستزاده من من هذا الحديث. مش كل شيء على بيجيكوا على جروبات الواتساب او بتشوفوه على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح هو معلوماته دقيقه وجماعه. انا بقول لك زي ما بقول لك بوتين ملوش مجموعه ام العبد ومجموعه ام محمد زي ما بقول لك ابو بوتين ملوش مصلحه بهاي. طيب يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا لوجودك دائما معنا. تسلم. وشكرا انك تحملينا. لا 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 ولا يهمك. وان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله.